لأن الخير فطرة البشر، ولأن الإنسان لابد أن يبدأ بنفسه، بدأت فكرة قلب يطمئن وولد غيث. هي رسالة ودعوة ليبدأ كل غيث ساكن فينا بالالتفات لجاره، لصديقه، لزميله، أو حتى لغريب في الشارع، ليقدم ولو مساعدة بسيطة تؤكد أن الناس للناس وأن الدنيا ما زالت بخير. فالمساعدة التي نقدمها لكل قريب أو بعيد بغض النظر عن أصله وكينونته لحق له علينا. وضعنا ملامح البرنامج، وكانت شخصية غيث هي التحدي الذي حرصنا على التدقيق في تفاصيله. فغيث ليس بشخص يبحث عن الشهرة، إنما فرد وضع حمل رسالة العطاء في حقيبة مليئة بالسعادة والأمل، ليجول محاولا التقرب من المحتاجين ومفاجأتهم وتفريج كربهم بفضل رب العباد. اجتمع 15 فريق عمل من الإمارات وخارجها ليشكلوا هوية البرنامج ووجهه وتفاصيله، وعملوا على مدار ما يزيد عن 6 أشهر حتى وصلنا معكم لعرض أولى الحلقات. رايح المستشفى. طيب ولو ما وفروا لك في المشروع تسوي؟ والله ما أسوي حاجة، والله ما أقدر أسوي شيء. ما عندك أي حل ثاني؟ والله ما عندي حل، والله ما عندي حل. أهلك، أصحابك؟ والله ما في. رغبة فريق العمل لم تختلف عن رغبة غيث، فجميعهم يحملون رسالة واحدة يرجون فيها أجرا من الله وإحسانا. أولئك الذين عملوا بكل إخلاص مع شركة الإنتاج وخارجها ليخرجوا لكم بقلب اطمئن. بفضل الله ثم بفضل تبنيكم لرسالتنا، استطعنا تحقيق أرقام مشاهدات ضخمة، وما زالت الأرقام في تزايد في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فتخطينا توقعاتنا، وهذا دليل بأن الناس من أنحاء العالم وصلتهم رسالتنا، لأنهم بحاجة لمادة تصب تركيزهم على فكرة تقديم الخير ونوعية المساعدة بغض النظر عن الشخص الذي يقدمها. وهذا أجمل ما شاركتمونا إياه في تعليقاتكم التي أكدت بأن غيث شخصية لا يجب كشف وجهها. منكم من عرف هويته بالفعل، ولكن كان وفيا لرسالة غيث فحفظ سريته. شكرا لجمعية الشارقة الخيرية التي ساعدتنا عبر مقرها الرئيسي وفروعها الخارجية بالدعم المادي واللوجستي. التبرعات ما زالت مستمرة لحالات البرنامج وغيرها ممن يعانون من ظروف مماثلة، مع العلم أن هنالك أشخاص أرادوا أن يتكفلوا بحالات البرنامج، لكننا فضلنا إتاحة مجال للمشاهدين والمتبرعين أن يشاركوا في صنع السعادة لأشخاص آخرين. وفي الوصول لمجموعة من الحالات التي تمت دراسة أوضاعها بعناية. أما الحالات الأخرى فكانت مما جمعتنا بهم الأقدار في دروب الحياة، منهم حلقة الحق ندى و30,000 جنيه. وحلقة الأصيل. أروح أضبط نفسي إن شاء الله. أنت عاوز هناك الله كريم، ما بقول لك أنا بقول لك إني مش بلعبك. الله يبارك. الله نبى صلاة كل يوم. الله يبارك. من هو أبونا هذا؟ الحمد لله. أنت والله بصلاة كل يوم. أنت. سبحان الله. صحيح. أنت لما خلقت كنت كل ما. صحيح. ولا أحمر ولا أسود. أنت محتاج أكثر مني. لا 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 الحمد لله. أنت ليش تستوى؟ أنا شغال حكومة. بس ليش تستوى؟ أنا شغال حكومة. الدوام بيشتغل، أجي أنا في بيتنا يا شيخ كلامي.
ولم يقتصر قلبي اطمئن على الحالات التي شاهدتموها ضمن حلقاته، لكن أيام الشهر الكريم لم تتسع لعرض المزيد. شكرا لسفارات دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الدول والناس الذين دعمونا وساندونا. لنصل للحالات، واجهتنا الكثير من العقبات والصعاب في كل بلد استطعنا السفر إليها، ومر فريق العمل بالكثير من التحديات وهم وحدهم من يعلم بها. فعمليات التصوير احتاجت إخفاء الكاميرات واستعمال باص بنوافذ مضللة وأدوات وتقنيات متعددة، حتى أن بعض الحالات احتاجت ساعات لمراقبتها وتصويرها. ردة فعل الحالات هي درس بحد ذاته، درس للجميع. فالقناعة والرضا كانت عنوانا لمسناه في كل منهم، فهم أبطال استطاعوا بأنفسهم تلقيننا حكم في الإنسانية والقيم. رحم الله زايد، زايد الخير والعطاء وملهم المسيرة، ولعل هذا البرنامج أحد ثمار ما زرعه فينا. سامحونا إن أرسلتم رسالة ولم نستطع الرد عليها، فرسائلكم تصلنا بالآلاف كل يوم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. سامحونا لأي تقصير حدث منا وكان فيه أي مس للمشاعر، فنحن في النهاية بشر نصيب ونخطئ. سامحونا إن بدر من عفوية حديثنا ما أثار استياءكم أو لم ينل استحسانكم. بعد أن عشتم معانا حالة بحالة، نود توجيه رسالة لكم. غيث ليس ببطل خارق. غيث لا يجب أن يكون صاحب أموال طائلة. غيث لا يجب أن يكون بأي صفة أو هيئة غير المحبة. غيث هو أي قطرة رحمة موجودة في قلبك توصلها لغيرك وتنشرها. كن من الدالين على الخير. كن من الذين يساعدون بوقت أو بمال، بكلمة طيبة، بابتسامة، بجبر خاطر، أو بأي طريقة أخرى، بالذي تستطيع. كن أنت الغيث. وبالوعد اللي بيني وبينكم أن كل واحد فينا من هاللحظة يكون غيث. بسم الله نبدأ سعادة جديدة. حين أعطي دون أن أدري لمن، فلا مقابل أرتجي منهم ولا حتى ثمن. ذقت السعادة حينها، روحي سمت بعطائها، قلبي اطمأن، قلبي اطمأن. عش في الحياة مسافرا، دم للسعادة ناشرا، لا شيء يبقى كما ترى إلا بما قد تذكرا. كن خيرا، عش في القلوب مبادرا، كن ملهما ومؤثرا، لا شيء يبقى كما ترى إلا بما قد تذكرا. كن خيرا.